ايوه يعني خليني بس ايه نوصل للناس الكلام ليه. طب ما احنا نقول احنا انتاجنا تمام والقاهره بقت بتشتغل بشكل جيد والاسكندريه لا، احنا عايزين نصل بالكهرباء، والكلام ده مش كلام حقيقي، نصل بالكهرباء الى كل جزء في ارض مصر بالشكل الذي تستحقه الخدمه. فارجع اقول تاني ان على سبيل المثال كان هذا البرنامج، برنامج الـ 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 البنيه الاساسيه كأحد عناصر تثبيت الدولة المصرية، اللي هو العنوان اللي أنا بدأت بيه الكلام قبل كده، وناس كتير لما كانوا بيسمعوا مننا يقول لك يعني إيه تثبيت الدولة المصرية؟ تثبيت الدولة هو الواقع اللي إحنا وصلنا له دلوقتي، اللي هو إن الناس في مصر بقت مستعدية لالتزامات صعبة وقاسية عليها تتحملها نتيجة إحساسها وشعورها وفهمها، إلى إن إجراءاتنا اللي إحنا بنعملها بتعكس رؤية واضحة ومسارات سليمة هتاخد البلد في النهاية إلى المنطقة أو الهدف المنشود ليها. فلسه حاجتين في الكهرباء، لسه بنتكلم على الشبكات النقل، وبنتكلم على محطات التحكم عشان يبقى دي شبكة متطورة بتتعامل مع الكهرباء بشكل متطور. ومش هقول سر ولا حاجة، نحن نسعى إلى أن نكون جسر لنقل الكهرباء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لأوروبا، لآسيا، لإفريقيا. ده فيما يخص الكهرباء باختصار، كمعنى أرجو أن يصل للناس اللي هم البسطاء، وأرجو أن من زمايلي وهم بيتكلموا في كل قطاع من قطاعاته يتكلموا عشان تصل الرسالة إلى كل المصريين، مش لقطاع بعينه أو لمستوى معين بعينه. نيجي للغاز، اللي بينطبق على الكهرباء بشكل أو بآخر بينطبق على الغاز، وكان أحد أسباب ما لدينا من محطات كهرباء على سبيل المثال لا تعمل بكامل طاقتها ان كان في ضغط غاز اللي بيتم دخوله على الشبكة ليس بالمستوى المطلوب، مش كده؟ وبالتالي كان لابد ان احنا يبقى عندنا كميات غاز كافية، ثم هذه الكميات يتم ضخها في الشبكة بالضغط اللازم تصل للمحطة تقوم تشتغل بكامل طاقتها. ده ما كانش بيحصل كمان. اذا ما كانش فقط ان احنا ما عندنا عجز في الكمية، لكن أيضا في حاجات أخرى فنية مطلوب إن احنا نعملها.